إذا رأيت الحكام والوزراء والملوك يعيشون في القصور، وأبناء الوطن يعيشون في بيوت تشبه القبور، فقل عطرا فقد مات عمر. إذا رأيت البنوك في بلادنا تعج بالمليارات، وبعض أبناء الوطن يجمعون طعام عيالهم من القمامة، فقل عذرا فقد مات عمر. إذا رأيت أبناء الوزراء يأكلون ما لذ وطاب، ويلبسون أجمل الثياب، ويسافرون للخارج من أجل الدراسة، وأبناء الوطن يأكلون من خشائش الأرض، ويقطعون أمواج البحار ليسافروا مهاجرين يحلمون بحياة كالحياة، فقل عذرا فقد مات عمر. حينما ترى عجوز وأنت تسير في الشوارع في بلد تعج بالثروات في بلادنا تلم قوت عيالها من القمامة، فقل لها عذرا يا أماه فقد مات عمر.